لو بتشوف فيلم عن واحد مهتم بالكمبيوتر والبرمجة، فالصورة اللي هتلاقيها متصدرة عنه هي انه لابس نظارة ومسرح شعره على جنب وتقيل شوية في تعاملاته مع الناس، على الرغم ان الشخص ده عادي جدا، مش شرط يبقى عجيب كده. الراجل ده مخه مصحصح لدرجة انه اختار ان شغله يكون بلغة ما فيهاش غير حاجتين، هي صفر وواحد. وياريت القصة وقفت لحد هنا، الموضوع اتطور عن كده بكتير. علماء الهندسة الحيوية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ابتكروا لغة برمجة للخلايا الحية، ودي بتساعدهم على تصميم حاجة شبه الدوائر الكهربية بحيث تدي إشارات لإجراء وظائف محددة للخلايا الحية. وباستخدام لغة البرمجة دي ممكن لأي شخص كتابت برنامج بالخصائص اللي عايزها علشان تستجيب الخلايا بصورة معينة لمحفز معين أو تتصرف بصورة ما. ولغة البرمجة هتعمل تسلسل الحمض النووي المناسب للغرض ده ويتم وضعه في الخلية. ببساطة هنحسن من الخلايا ونطور من أدائها. مش محتاج أقولك إن في مناقشات قوية جدا على صلاحية الموضوع من عدمه، لكن هو موجود حوالينا. الغريب في لغة البرمجة دي إنها مش بتتطلب معرفة خاصة بالهندسة الوراثية للتعامل معها، اللي بالمناسبة حاليا مخصصة للتعامل مع البكتيريا، وبيشتغل العلماء بناء على شغل المبرمجين علشان يقدروا يسيطروا على كل أنواع البكتيريا اللي في الدنيا من خلال اللغة دي. وعلشان محدش يسرح، احنا مش هنستغنى عن الطبيب، ولكن وجود المبرمج في حياتنا أصبح ضروري جدا لصحتنا، مش الأجهزة يعني. سمعنا وشفنا حالا البرمجيات والبرمجة بتدخل في كل القطاعات الطبية والصحية والهندسية، عشان كده لما بنقول ان البرمجة هي نص الحاضر وكل المستقبل احنا مش بنبالغ.